تتواصل فعاليات مهرجان الشاطئ الشارقة الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق باستقطابها للزوار على شاطئ الحيرة حتى 15 من سبتمبر القادم. على ضوء القمر هنا في شاطئ الحيرة سوق ومسرح وألعاب ترفيهية للأطفال، كلها تجتمع هنا في مهرجان شاطئ الشارقة المنطلق في نسخته الأولى والهادف لتقديم تجربة فريدة للأفراد والعائلات من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الشاطئية والرياضية الممتعة، والكل مستمتع بهذه الأجواء. أول شيء إيت لعبت الألعاب وايد حلوة وإيت ويا أهلي، والحين قاعد ألعب لعبة القارب وايد حلوة. كان عائلي بامتياز، أمان رائع، كل المتطلبات يعني للرفاهية للعيلة للأولاد، يعني شو ما بدك متطلبات رفاهية موجودة، أكل مطاعم بلينج أريا، يعني بصراحة شغل حلو والله. يعني وإلى جانب الترفيه والمتعة هنا تقام حفلات ومسابقات يومية للجمهور من خلال منصة لعرض الأفلام على الشاطئ، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الألعاب وورش العمل التفاعلية للأطفال واليافعين والكبار. المكان جميل وعائلي وملم بالأطفال والعيلة، وتعرف تقعد قعدة عالية ممتاز. أنا أول مرة أجي المكان، وبصراحة الأجواء حلوة، ويعني أنا جيت مع ماما وبابا وأخواتي ولسه بشوف بتفرج على الأجواء وحسها حلوة بصراحة. طبعاً هذه أول مرة أنا أجي هنا، المكان افتتح جديد يعني من قبل كم من يوم، جيت مع صحباتي، المكان حلو ترفيهي يعني ممتع، أجواء جديدة في الممشى، وفي فعاليات، وأنا شايفة في فعاليات وأكل في كل مكان وألعاب سألنا، وفي ألعاب لكل الأعمار يعني، فهذا شيء كويس. كل هذا يأتي في ظل ما تقدمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق من برامج للزوار لتكون تجربة تفاعلية فريدة للمقيمين في الإمارة وزوارها على مدار العام حتى في موسم الصيف، والاحتفاء بالوجهات الشاطئية التي تسخر بها إمارة الشارقة. إذن يعد مهرجان شاطئ الشارقة فرصة رائعة للاستمتاع بما يضمه من فعاليات ترفيهية تستمر حتى 15 من الشهر القادم، كيف لا وهو المقام في إحدى الوجهات السياحية والجاذبة للزوار في الإمارة. لأخبار الدار وليد الأصبحي، الشارقة.